الحمد لله المباراة كانت اليوم جيدة، كانت صالحنا هاد الفوز هذا كان محتاجينه منذ دورات. كما شفتوا الريفيرونس ديالنا كان الحمد لله لقينا نفس العزيمة ونفس الإرادة وشي حتى اليوم وصحنا باش ننتصروا في الدرجة الواحد. كنتمنى تكون إن شاء الله هذا هو الوجه الحقيقي ديال الرجل كان وتبدا المسيرة ديال الانتظار إن شاء الله باش نحققوا شي مصابة اللي تكون نلعبوا شي بطولة خارجية إن شاء الله. كيفاش تعاملتوا مع هذه المقابلة؟ كما كتعرف الديربي عنده واحد المواصفات خاصة كتهمنا في أكثر من الأداء. اليوم الحمد لله كنا في نهارنا كما تيقولوا، كانت النتيجه والاداء وكان هذا الفوز هذا الجمهور البركاني اللي كان كيتسناه، وكنشكر الجمهور اللي كيأزرنا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الشارع ولا في اي بلاصه. الحمد لله اليوم انتصرنا 13-1 وانتصار الثاني عشر في المسيره ديال نادي البركان على فريق الوجد.